خير يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هناخد حرف نون. حرف ايه؟ النون. طيب تعالوا نشوف حرف النون بيتكتب ازاي واشكاله عامله ايه. طيب حرف النون بعمل طبق كبير وانزل بيه تحت السطر واحط فوقيه نقطه، ده شكله كبير في اخر الكلمه منفصل. طيب في اول الكلمه فارد ايديه على السطر ونفس النقطه، طب في وسط الكلمه زي شكله في اول الكلمه بس فارد ايديه الاثنين، اخر الكلمه يعني ساره متصل اهو زي شكله منفصل بس طالع منه ايد عشان هيمسك في اصحابه اللي قبله. طيب عندنا طبعا الاصوات القصيره او الحركات القصيره ايه هما؟ فتحه كسره ضمه سكون. عندنا لما نكتب حرف النون عليه فتحه صوته نا، نون تحتيها كسره ني، نون عليها ضمه نون. طيب معانا كمان دلوقتي الاصوات الطويله او الحركات الطويله او الردود، معانا مد بالالف، مد بالواو، ومد بالياء. لما نوظف الردود على حرف النون وناخد حرف النون فارد ايديه، فارد ايديه وهيمسك في المد بالالف يبقى صوته ايه؟ صوته نا، عشان مد بالالف بيحب الايه؟ بيحب الفتحه. نون عليها ضمه وبعديها مد بالواو نو، نون تحتيها كسره وبعديها مد بالياء ني، ممكن مد بالياء يكتب بالشكل ده. معانا كمان هنا كلمات على المد، كلمه نار وكلمه هنا مد بالالف وكلمه على المد بالواو نور، واحنا اتفقنا ان الحرف اللي قبل المد اسمه المندود، يعني هنا النون المندود وهنا النون المندود. طيب ايه الكلمات اللي هناخدها على حرف النون؟ معانا كلمه نم، عشان احنا خدنا حرف النون وحرف الميم وحرف اللام نم. معانا كمان كلمه انف، ان ف، ومعانا كمان كلمه بن، بو ن. طيب تعالوا نشوف مين اصحاب النون. نا عليها فتحه، نون عليها فتحه، نا نجمة، نعامة، نخلة، نحلة، نملة، نار، نجوم. لا هنا تبقى نجمة مش نجوم. معانا كمان نخل، نظارة، نسر. طيب النون معانا صورة نجوم ومعانا صورة نقود. طب النين النصف اللي هي النصف دائرة. طيب النون السكون طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نحط اي حرف عليه سكون لوحده، لازم الحرف اللي قبله يبقى يا اما فتحه يا اما كسره يا اما ضمه. معانا صوره بنت، باء مكسوره ونون ساكنه بن، منشار، ميم مكسوره ونون ساكنه مني. وبكده احنا خلصنا حرف النون.